السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد من قناة قصص وحكايات. موضوعنا النهاردة عن الشاب السعودي عبد الرحمن من منطقة سلاب الرياض اللي هجم عليه أسد كان بيربيه في الاسترحة الخاصة بيه. لو حابب تعرف قصة الأسد خليك معانا بعد الفاصل. عبد الرحمن شاب سعودي عنده 25 سنة تقريبا. من 5 سنوات لما كان عنده 20 سنة حب هواية خطيرة، وهي هواية تربية الحيوانات المفترسة. هواية انتشرت في الفترة الأخيرة مش عند الشعب السعودي فقط، ولكن في العالم العربي كله، وصفحات السوشيال ميديا مليانة فيديوهات لناس بتربي أنواع مفترسة كتير. المهم عبد الرحمن بدأ يعمل مكان خاص لتربية الحيوانات المفترسة في الاستراحة الخاصة بيه. مجال محتاج خبرة كبيرة في كيفية التعامل مع الحيوانات دي. حاول عبد الرحمن يكتسب الخبرة مع مرور الوقت، ولكن القدر كان ليه رأي آخر. قبل الحادثة بشهرين أعجب عبد الرحمن بأسد عند واحد صاحبه، فطلب من صاحبه إنه يشتريه، وفعلا أخذ الأسد ووداه الاستراحة الخاصة بيه. وبدأ عبد الرحمن يهتم بالأسد ده جدا، بيحاول على قد ما يقدر يخلي الأسد يتعود عليه، وكان كل يوم الصبح يروح الاستراحة ويوكل الأسد ده بنفسه. استمر عبد الرحمن كده لمدة 2 شهر بدون أي مشاكل، ولكن يوم الخميس الموافق 15/4/2021 راح عبد الرحمن كالعادة الصبح علشان يوكل الأسد. ولما كان عبد الرحمن بيجهز الأكل للأسد ومش عاطي أي إخوانة، وفجأة يهجم عليه الأسد ويمسك عبد الرحمن من رقبته. اتصدم طبعا عبد الرحمن وحاول يفلت من الاسد، لكن الاسد نسي كل الايام الحلوه اللي عبد الرحمن كان بيوكله فيها، وتحكمت فيه الغريزه الوحشيه. صرخ عبد الرحمن يمكن حد يلحقه، وفعلا كان في 4 عمال شغالين في الاستراحه حاولوا يضربوا الاسد علشان يسيب عبد الرحمن، لكن دون فايده. اتصل العمال بالشرطه اللي جت بسرعه واطلقت النار على الاسد، لكن كان عبد الرحمن توفى اثر العضه اللي كانت في مكان قاتل في الرقبه. ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب. وده فيديو للأسد بعد قتله. يمكن دي رسالة لكل من يربي الحيوانات المفترسة، مهما تكون دي ربنا خلقهم بغريزة جواهم في أي لحظة بتتحكم فيهم. ومع إن السعودية فيها قانون يمنع تربية الحيوانات المفترسة تصل ل10 سنوات سجن و30 مليون ريال غرامة، لكن الناس مستمرة في التربية، ربنا يسترها عليهم جميعا. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة وقصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.